مشاهدي قناة مغرب تايمز، أهلا ومرحبا بكم. كما شفتوا مورايا الهدم ثم الهدم. من بعد الهدم ديال تفنيد جا قرار الهدم ديال سيدي الطوال، وجينا لشاطئ سيدي الطوال باش أننا نهضروا مع الناس ديالهم ونشوفوا أشنو كيقولوا في هذا القرار. ولكن الناس ديال سيدي الطوال بطعم خاص، ماشي بحال الناس ديال تفنيد. وأي واحد كتهضر معاه هنا من الساكنة من الناس اللي مستغلين هذه الأرض إلا وكيقول لك هذه أرض الدولة، جات الوقيتة باش الدولة تدي الأرض ديالها. لذلك أي واحد كنهضروا معاه إلا ما كيبغيش أنه يتصور. واش قرارات من الفوق، واش شي واحد هضر معاهم، الله أعلم. هضرنا مع واحد السيد، أنتم غادي تشوفوا التصريح ديالو كما قال كما كيقولوا كلهم. لذلك خليكم معنا وخليكم مع الصور. داكشي اللي كتب الله تعالى دوزناه هنا، جا القرار ملكي الله يسخر. حنا ما عندنا ما نقولوا، حنا تحت الطاعه ديال امير المؤمنين. فوق هادشي شي هضره، فوق هادشي راه ما كاينه. السلام عليكم. انا شخصيا البارح في العشيه على عندنا يد للوثائق، حنا ما عطاونا وثائق، وما عندنا ما نعطيهم وثائق. الناس دوزوا داكشي اللي كتب الله هنا والسلام عليكم. حنا غير الجيران اللي علمونا، ما حنا ماشي حتى واحد. الجيران كل واحد علم واحد. والصلاه على النبي، هادشي اللي عطا الله. وقبل ما تخرجوا ما تنساوش ديروا لايك وتابوناو في لاشين مغرب تايمز.